مشاهدينا ومشاهدي النايل لايف شبكة ان تي ان، صباح الخير عليكم. النهارده السبت 17/12/2011، وما زلنا في انتظار نتائج الانتخابات، وكتير قوي من الاحداث المتلاحقه من تقريبا من نص الاسبوع لحد النهارده، ولسه هنعرف احنا هنتكلم في ايه. معانا فقرات كتيره جدا، بس الاول اقول صباح الخير لاشرف. صباح الخير. صباح الخير ايمان، صباح الخير مشاهدي النايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل، وإن شاء الله مصر للأحسن. أحداث كتيرة متلاحقة طبعا قدام مجلس الوزراء، اشتباكات ما بين المعتصمين واشتباكات ما بين المتظاهرين والمعتصمين وقوات الأمن. قوات الأمن إذا كانت اللي هم بيحرسوا مجلس الوزراء أو رجال الجيش. في زمان يا إيمان من حوالي كام سنة كده كنت ماشي في الطريق الصحراوي، وكان في راجل راكب عربية نقل كبيرة جدا اللي بتحط فيها التراب دي، النقل الكبيرة قوي، وكاتب عليها بالانجليزي محدش فاهم حاجة بالانجليزي. احنا ممكن نكتبها على ظهر كل واحد دلوقتي، محدش فينا فعلا فاهم حاجة. ايه اللي حصل بالظبط قدام مجلس الوزراء؟ ليه كل لما بنهدى بنرجع تاني يبقى فيه صراع؟ المجلس العسكري بيقول ان هو ما عملش اي حاجة خالص، وما حاولش ان هو يفضل اعتصام، وبيقول انه السبب هو انه في اعتداء على ضابط من ضباطه كان بيأدي مهمته. المعتصمين بيقولوا عبوده، واحد اسمه عبوده من التراث الزمالك دخل جوه المبنى او اخذوه خطفوه جوه المبنى، واحد صاحبه ضربوه، وبعدين راح القصر العيني مات في خلال نص ساعه. على فكره يعني في الاول وفي الاخر مين المستفيد من اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم مين اللي ورا كل الكلام ده، للاسف الشديد مش فاهمين. المجلس العسكري قال ان هو هيفتح تحقيق، النيابه هتفتح تحقيق عشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. انا عايزه بس اسال سؤال يا اشرف، سواء احنا او المجلس العسكري، احنا مش كلنا مصريين؟ نعم. يعني بلاقي المتظاهرين بيطلعوا بعلم مصر على اساس ان مجلس يعني الامن دول يعني مش مصريين زينا، كلنا عايزين البلد تستقر وتهدى، سواء المتظاهرين او سواء قوات الامن. يعني انا مش عارفه احنا كل احنا بقينا ليه منقسمين، ده بيضرب في ده، احنا كلنا واحد، يعني انا مش عارفه ليه بنضرب في بعض. زي ما قلت لك المجلس العسكري قال ان هو النيابه لازم هتفتح تحقيق وعايزين نوصل لحل، لكن للاسف الشديد من اول ما عملنا ثوره 25 يناير مفيش تحقيق على فكره بنوصل لحل او بنوصل ل ايه اللي حصل بالظبط. طبعا انا متخيل ومتصور انه اصل مش واحد مثلا هو اللي بيبقى موجود، لا ده بيبقوا ميات، كميه كبيره جدا من المتظاهرين، كميه كبيره جدا من الامن، فبتبقى صعب جدا انك انت توصلي ايه اللي حصل بالظبط في الاول. صح. كلام لان ممكن كتير يكون جداً حد بيعمل حاجه هنا وممكن حد بيعمل حاجه هنا، وفي الاخر طب يعني التحقيقات وصلنا لايه؟ ما بنوصلش لحاجه. عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع طبعا اللي على يعني الهام جدا، وكل الصحف العالميه وكل الاعلام العالمي مهتم باللي بيحصل، على قد ما احنا فرحانين بالانتخابات على قد ما بيحصل مشاكل للاسف بترجعنا لورا. عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع للاستاذ اكرم حسام خبير سياسي بمركز الاهرام بالشرق الاوسط، والاستاذ ايمن فاروق رئيس قسم الحوادث والقضايا بالاهرام. هنتكلم ونفتح ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. وكمان هيكون معانا فقره مهمه جدا لكل بيت، هتكون مع المستشار احمد عبده ماهر الكاتب الاسلامي والمحامي بالنقد، هنتكلم على الموده والرحمه. بجد استنوها لان موضوع مهم جدا وهنتكلم فيه بشكل يعني يهم كل بيت فعلا. انا اتكلمت مره مع المستشار احمد عبده ماهر يا اشرف، ليه اراء حلوه قوي عن الموده والرحمه، وكلام احنا ما كناش عارفينه هو بدا يقوله لنا. يعني انا مش عارفه يعني التفسيرات الكتيره دي ليه عن العلاقات الزوجيه، بس هنعرف منه النهارده هو ايه رايه في الموضوع. كويس ان احنا على فكره حضراتكم مش هتلاقوا اي برنامج في مصر متنوع زي برنامجنا نهارك سعيد، فقرات متنوعة من موضوع المودة ما بين الزوج والزوجة للأحداث اللي بتحصل في امبارح بقالها 24 ساعة قدام مجلس الوزراء، لمشكلة خاصة بحرية الصحافة. في الأسبوع اللي فات اتنين صحفيات في جريدة الفجر، القضاء قال إن هو واحدة منهم تتحبس شهرين وواحدة التانية تتحبس شهر. هل احنا رجعنا تاني لايام زمان، ايام قبل الثوره وايام النظام السابق، بان احنا لازم تخرصوا، لازم ما نتكلمش؟ ايه اللي حصل؟ هل ليهم حق؟ هل فعلا يستاهلوا ان هم يتحبسوا؟
هنعرف بالفعل في فقرة خاصة وفي استضافتنا الدكتور محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر، وفاطمة الزهراء محمد صحفية بجريدة الفجر، وسالي برضو صحفية، اللي هما فاطمة وسالي هما القضاء قال انه واحدة تتحبس شهرين واحدة تتحبس شهر. عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني دلوقتي؟ هيبقى معانا فقرة يعني بعد الصحافة هيبقى معانا فقرة فوتوغرافيا مع المصور الصحفي طارق الجباز، وهنشوف بقى يعني المصور الصحفي ايه اهم الحاجات اللي بتحصل له، بيحصل لهم مشاكل كتير في ظل الظروف اللي احنا فيها، هنشوف ايه اهم المشاكل وبيواجهوها ازاي في فقرة تعيين. وهيكون معانا كمان دلوقتي بعد الفاصل ده على طول فقرة الصحافة، استنونا لسه معانا فقرات كتير في نهارك سعيد.